ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. الله. إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله.
مازال في مقام الحجاز كار، مازال فيه وبيلسوعنا كل لسوعة ولسوعة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. الله. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله الله يفتح عليك. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا غفلة منها. هقول لك يا ابو سيدنا ابو كريم. ايوه فيك. وحرام ما نسمع وزكريا يعني مثلا. تاني. زكريا ده اصله الشيخ الشيخ. حاضر. برضه نبي حلو كده كويس وعاد. في غفلة منها. مش عبد الفتاح نسمع وزكريا وبزوق
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يا أخي يا سيدنا يا سيدي ويدعوننا رغبا ورهبا الله. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله يكون خطرك يا شيخ إبراهيم. قطعوا أمرهم بينهم.